في السوفتوير طب بغير الفولتج بدي اغير الار ام اس. فاحنا زي جينا على سنجل فيز وهي عندي الويف فورم الاصليه تبعت السبلاي وجينا غيرنا الفايرنج انجل هون وهاي الفايرنج انجل هي الفا ونفس اللي راح اعمل هون كمان فايرنج انجل مساوي لها لازم تكون طبعا سيمتريكال هاي كمان هون الفا هون ما تغير الافرج طبعا الافرج اصلا زيرو ولا اللي تغير عندي هون هو الار ام اس فاحنا غيرنا في ار ام اس صار هو فانكشن اوف الفا وطبعا الفا هون في حاله السنجل فيز ممكن تتراوح من 180 درجه لزيرو يعني الفا بتكون اكثر من زيرو او اقل من 180 درجه وطبعا اذا كانت الفا 180 درجه راح يطلع عندي الاوتبوت فولتج زيرو اذا كانت الفا زيرو قديش راح يطلع معي الفولتج نفس السورس نفس السورس فولتج وهاي ببساطه اذا فكرنا فيها عندي هون هي عندنا هدول بنسميهم باك تو باك اس سي ارز باك تو باك لاني انا عاكسهم الانود على الكاثود والكاثود على الانود وبيطلع معي هون هلا بين هدول النقطتين بتحكم وهدول بين هدول النقطتين رح نحكي عن هذا بالانترفيسي كيف اعمل فايرنج لهي الدائره وهي نفترض انه اللود ال ار لود من هون طبعا الكرنت ايش رح يصير بالكرنت؟ الكرنت اذا رح يكون احتمال انه يكون ديسكونتينيوس حسب الماي كانت راح يكون هيك حسب الاندكتنس اللي موجوده هون لو كان اللود ريزيستيف شو راح يكون شكل الكرنت نفس شكل الفولتج بس سكيل بس لانه اندكتيف ايش راح يصير الكرنت راح يصير في انزال راح يتاخر شوي من هون حتى الاوتبوت فولتج راح يطلع معنا هيك ونفس الشيء هون راح يطلع معنا الاوتبوت فولتج اوكي ماشي وهاي بغير الفايرنج انجل بتغير معي الار ام اس تبع الفولتج وزي ما حكينا انه تي يتناسب مع مربع الار ام اس السبيد تورك كيرف تبع السكوريتيز اندكشن موتور راح يتغير بهذا الشكل وهدول راح يتغيرون هيك تورك راح يتناسب مع في ار ام اس سكوير فاذا نزلت الفولتج لنص الار ام اس فاليو راح ينزل التورك للربع اوكي وهون راح ينزل لاحظوا هون المشكله الاساسيه عندي تغير ستارتنج تورك راح يصير ضعيف السيستم يعني لو كان اللود عندك هون اذا بتطلع هذا طبعا بينطبق على كل الفيربل فولتج، اي شيء عملت فيه فيربل فولتج نفس الشيء، اللي هو زي مين مين فيربل فولتج عندي؟ هي ريزستر ستارتنج فيربل فولتج، اوتو ترانسفورمرز فيربل فولتج، حتى ستار دلتا عم بغيرها بنسبه قديش الفولتج؟ جذر الثلاثه مش هيك؟ فالتورك عم تنزل واحد على ثلاثه. البول تشينجينج لا هذول اللي هم كل اللي فيهم فيربل فولتج بينطبق عليهم نفس المشكله هاي، المشكله لما بنزل الفولتج بنزل معي التورك. فاللود افرض اللود تبعك كان هيك تذكرين سبيد تورك كيرف؟ شوف اللود ايش صار، اللود لما بنزلت الفولتج نزل للسرعه هاي. بس لما نزلت الفولتج هون ايش راح يصير بالسيستم؟ راح يعمل ستولينج، راح يوقف السيستم، ما راح يقدر يكمل. فالرينج تبع السرعه اللي بقدر اتحكم فيها محدوده، ولذلك بستخدمها بس كسوفت ستارتر. لو بدي اعملها 3 فيز الان بدي اكرر هذول الباك تو باك ثايرسترز ثلاث مرات. هي هذا ار بحطه على المحرك بشبكه على المحرك اذا كان ستار مثلا المحرك هون او دلتا هي الثاني اللي هو اس على الفيز الثاني تبعت المحرك هي يعني هي يو في دبليو وهذا هون تي كلش تو تيرمينالز وين التو تيرمينالز؟ هاي او هاي الانبوت هدول انا بحب ارسم هدول ليش بحب نرسم هدول تو تيرمينالز؟ كنترولر بس ليش انا راسمهم اثنين مطلع الجيت والكاثود شو مطلع بس الجيت؟ هذا اس سي ار بدنا احنا يعني دلتا في حتى تذكر نفسك كومون انت ما بتتحكم بجيت انت بتتحكم جيت بالنسبه للكاثود معظم الكتب ما بحبوا يرسموا هيك بيرسموا لك اياه بس وحده هيك بس انت فعليا لما تتحكم الدائره ما راح تقدر تتحكم اذا مش واصلك الكاثود، يعني كاني لو بقول لك لو انا اعطيتك هذا السلك تقدر انت تعمل فايرنج لهذا الاس سي ار؟ لا. انه فيش فولتج، الكارت كيف بدك تمشي والفولتج بين ايش وايش بدك تحطه. فلذلك جيد تعود نفسك ترسمها بهذا الشكل. يعني هون انا لازم اعمل فايرنج الانترفيس لما تيجي تعمل انترفيسنج لازم تاخذ هذول التو تيرمينالز ولازم تاخذ هذول التو تيرمينالز. ما في فولتج طاير في الهواء على سلك. بده يكون فولتج بين تيرمينال وتيرمينال ولذلك هذا صار الجيت مش هيك وهذا الكاثود وهذا جيت وكاثود جيت وكاثود لكل التيرمينالز هذول اللي موجودين هون وهي المحرك انا فارضه ستار ومش شرط يكون ستار ممكن يكون مشبوك دلتا
هلا هون بتغيير الفارق يعني طبعا بدنا نقول كلهم متساويين، بده يتكرر هذا الشكل ثلاث مرات من هون يكونوا كلهم متساويين الزاويه، ببدا بغير الزاويه بتغير الار ام اس فولتج اللاين فولتج ما بين يو في ودبليو، فبصير تغير عندي الفولتج وبتغير التورك من هذا السيستم. وهذا هو مبدا السوفت ستارتر اللي شفتوه، اذا كانه بدي احطه في بوكس راح يدخل عندي تيرمينال 2 تيرمينالز 3 تيرمينالز، هذول بدخلوا بعدين هذول الثري تيرمينالز بروحوا على المحرك، فهذول ار اس تي يو في دبليو، هذا هو فيربل فولتج سوفت ستارتر بنستخدمه على الستارتي، وعاده بنعمل اوف لود اوف لود ستارتنج. مشكله الاون لود ستارتنج مرات التورك بصير ضعيف ما بقدرش اعمل ستارتنج للسيستم.